خلونا نسمع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة السلطان الوفد المرافق، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمح لي أن أنا في البداية أوجه لك كل التحية وكل التقدير وكل الشكر. ده يمكن ثالث مناسبة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى نفتتح تطوير الأضرحة. سابقا كان ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، ثم السيدة زينب. وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا وليها دلالة كبيرة قوي على حب آل البيت والبذل من أجلهم. وإحنا من جانبنا في مصر هنا عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد يعني بتاعت آل البيت، وأيضا اللي كانت للصحابة اللي جم على مصر والصالحين. ويمكن لسه كان بيبقى في عرض من أيام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد أخرى كثيرا، اللي هي من أول القلعة فوق، أو من أول السيدة نفيسة لغاية ما نصل إلى السيدة زينب إن شاء الله. ولو النهاردة، وده كلام بقوله لينا كلنا، إن إحنا لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللي هي يعني ظروفها كانت اتنشأت بجانب كتير من المساجد ديت، إحنا لو ممكن نعوض الناس تعويض كويس عشان نقدر نخرج هذه المساجد بالإخراج المناسب اللي كانت موجودة عليه بأماكنها، إحنا ممكن نعمل كده، وإحنا متحركين في ده. مش عايز أطيل عليكم، لكن عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني يبحثون عن أمان وعن مكان يستقروا فيه، في حماية وفي حفظ وفي استقبال يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هم كانوا بينشدوا. وده من فضل ربنا علينا ان احنا النهاردة في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده من فضل ربنا علينا والحمد لله. مرة تانية انا بشكرك، وببقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوفد المرافق ليه، وفي كل مصر في كل مرة تشرفونا هيسعدنا ان انا التقي بيكم واشكركم على اللي بتعملوه، وكل الدعم هيبقى موجود لانجاح اي مشاريع اخرى في هذا المجال. يعني شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.